لأن إحنا عندنا أركان جريمة التزوير هي كالآتي: تغيير الحقيقة، هذا الركن الأول، وطرق تغيير الحقيقة أنا قلتها لحضرات فيها المعنوي وفيها المادي، وقلت لحضرات صور التزوير المعنوي صور المتعددة للتزوير المادي الذي قد يبدأ بتزوير خاتم أو توقيع أو قشط أو محو أو إضافة أو تحشير أو الصناعة المحرر بأكمله. يبقى هنقول بقى الركن الأول في التزوير أو تعريف التزوير أنه تغيير الحقيقة، أدي واحد. اثنين، في محرر يجب أن يقع هذا التغيير للحقيقة في محرر في ورقة، خلاص. ثلاثة، بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون. ثلاثة، بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون. هنلاقي في المادة 211 عقوبات صور التزوير المادي، وهنلاقي المادة 212 بتحيل على المادة 211 في جسم الجريمة أو شكل الجريمة، وأيضا في العقوبة المقررة، وهنلاقي في المادة 213 هنلاقي صورة التزوير المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهنلاقي في المادة 214 215 صورة استعمال المحرر المزور. استعمال المحرر المزور وهي جريمة تؤثم بشرط أن يكون الجاني عالما بأن المحرر مزور، فإن جهل أن المحرر مزور فلا عقاب عليه لانتفاء القصد الجنائي. يبقى عرفنا دلوقتي تغيير حقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، أربعة بقى، وبعض الفقهاء بيحطوه ركن مستقل في جريمة التزوير، والبعض بيكتفي بأنه يعتبره جزء من الركن المادي، أن يكون من شأن هذا التزوير إحداث ضرر، أن يكون من شأن هذا التزوير إحداث ضرر. كل الفارق بين المحرر العرفي والمحرر الرسمي أن الضرر مفترض في المحررات الرسمية، لأن كل صور التزوير في المحرر الرسمي يترتب عليها ضرر محقق، ألا وهو الإخلال بالثقة الواجب أن تتوفر لكافة المحررات الرسمية. يبقى كل صور التزوير في محرر رسمي، حتى اصطناع محرر ليكون مظهره محرر رسمي، إنما تقع بها الجريمة ويتحقق ركن الضرر أو عنصر الضرر حالة كون المحرر الرسمي يجب أن يعطى في ذاته الثقة والحماية الواجبة حتى لا تهتز الثقة في هذه المحررات الرسمية.